رجعنا لكم في الكومنتري. هذه اخر مباراه في الجروب جروب توكي وثامر. اخر مباراه سم ايه يا 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 شور وشو يا اخي حطها وبس حطها على انك يسار يسار حطها كذا كان. طيب هذه المباراة كانت في البطولة اللي راحت المباراة يعني الست هذا من اللاعبين الاثنين هذولا فالتورنمنت اللي قبل ما ديتوز لا ما اعتقد ذا قاعدين يسوون باتن تشيكس بس لا قاعدين يسوون او ماي جاد باتن تشيكس اجريسيف اوكي نشوف ذا موست فن ماتش اب ان ذا جيم ذا اير دوج باكر احسن نيوترال تور في اللعبه اير دوج باكر زولدا شاين ما في اسمه طيب الحين اللي قاعدين يحاولون يسوونه انهم يجيبون فوردر او باكر ما هايب ما هايب ما هايب صح اقول صح تمام هايب شوف شوف النيوترال بس نيوترال نوت نوت باكر خاصة بس النيوترال يا شيخ في مايند جيمز احنا ما نشوفها بس ايوه شوف الحين المايند جيم انه سوى داون بي او ماي جاد سوى شيلد طيب كلهم قاعدين يحاولون سبيسنج فير او باكر على الشيلد بس الحين زانزا يحاول يطلع برا ستيج اوكي داون بي يبغى يسوي كفر بس نايس اويرنس من توكي انه يسوي تك باك عشان ما اوكي ما ادري ايش يريد ذا بالضبط اوكي نايس يعني ما لو نجاب اللايك سوى دي اي سمعي صح they suck with the door and they have her this is trash شوف سعود اتفق وياك بس احنا ما نقدر نسوي شيء انا اتفق وياك واو 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 فونت اكيد قطع على 65 سوى دي اي صح ما مشكلة ما اجي كيف اعلق صح كيف طيب انا بحاول اعلق قدر الامكان طيب بحاول اعلق زي الناس هذه المباراة اوكي زلدا الحالة فيها ان لما يكون في الكروس رينج تكون قوية مرة على الشيلد على جرابز على اتاكس حقتها عموما بس اذا سويت لها كامب ما تقدر تسوي شيء بس الحلو في الماتش اب هذا انه ما في كامبينج لازم يخشون في بعض All out battle royale. جاب أربعة فيرز ورا بعض. ها الحين اثرو. اوكي. Best edge guarding tool in the game. Easily. Best punish. Easily. Easily best punish. اوكي. ابي سوى دي اي صح؟ مع انه كان يقدر يسوي لها توكي رياكشن. يسوي رياكشن للابي. طيب خلصنا. ما ابغى هذا ما تغيره. ما بتغيرون ماشي خاص او ماي جاد طيب انا بسوي هارد ستريت اوف اول تايم بيلعبون فالكن ديتوس او نوت ابغى فالكن ديتوس ابي اي شيء غير هذا ابغى اي شيء ما قاعد يا اخي سونيك ديتو ليتس جو لا لا ابو سعود لا اشوف جيجلي بوف ديتو ولا اشوف سونيك ديتو لا عيب على فكرة أظنهم قاعدين يلعبون زلدا ديتو إنه قال لي توكي إنه ما بيلعب باك مان إلا في التوب 8 ما أتفق مع هذا الشيء ولكن إيش نسوي؟ ما نسوي داون هير داون ثرو أبير سووا أبير وليه الفلسفة؟ طيب حلو نير ذا جيم حلو داون تلت ما اوكي حاول يسوي فول سماش بس انه جاهل اب تلت اوكي داون ثرو باك هير جاس اوكي هذه سيف اون شيلد نوت جاب ذا جراب سوى دي اي غلط قضى الاير دوج مع انه كان ترو كومبو اصلا فما كان يبغى يسوي لي احس مو هي 50-50؟ لا اذا ما سويت لها دي اي اذا ما سويت لها دي اي ترو كومبو اوكي طب لو سويت لها دي اي it doesn't work احس على حسب الشخصيه
طيب it's character dependent. يعني اذا شخصيه كبيره وكذا اس دي عنده احسن خليه يخسر 2 كي يتعلم انه يلعب باكمان ولا يتفلسف. ما ادري طب داون ثرو لايتنج باكر لا لا it isn't it isn't not at all no 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 الا يمكن في low percent مره but it isn't a kill option. اوكي من فلسف. طيب انا ماني I don't even know ايش قاعد يصير والله. انا شوف ابو سعود حلو تدري وش يصير ولا لا؟ لا ماشي ما قاعدين يسوون شاين تاكتيك. شوف لا احس ان توكي قاعد يلعب هذا الماتش من يقول حتى لو خسرت I have 4 wins في البول حقي. ايه يعني مداهم الا اذا عنده سكور يعني في الماتشز داون اير فاكن معليش. طيب قاعد يقول له لا تنجز يا نوب. هذا احسن شيء يقدر يسويه. ليه تقول له نوب وهو سوى الشيء الصح؟ لا لا ما 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 تضرب حتى لو راح الانفنتوري ما تضربه. طيب فزنا هي بيست ست اوف اول تايم. واو او ماي جاد ذا موست اكسايتنج ست. وات بين مين مو مين؟ نايس nice.